إخواني الكرام، كنا تكلمنا في الحصة الماضية عما ينبغي فعله أثناء عقد الزواج، وتكلمنا عن صيغة العقد التي هي ركن من أركان الزواج، وما ينبغي قوله فيها، وما يسن وما يجوز وما لا يجوز، وأهمية ذلك. اليوم بحول الله مع قوته نقف على الوليمة والأفراح وإعلان الزواج وما يجري فيه من آفات، تحت عنوان آفات الحفلات، وعلى رأسها حفلة الزفاف. تعلمون إخواني، وقد أشرت سابقا بأن الإعلان سنة، قيل واجب إعلان الزواج، أقصد الإعلان بوسائل الإشهار المعروفة والغير المعروفة والجائزة والغير الجائزة. أما إسراء الزواج وأصلا لا يجوز، لأن الزواج السري باطل، ولكن الإعلان يتبادر إلى الذهن أن نقصد به الدف والغناء المباح ورفع الأصوات وإشهاره، وقد يكون العقد في المسجد أو في بيت أو في أي مكان آخر. هذا الإعلان يسن أن يكون مصحوبا بالمظاهر والأفراح والغناء المباح مع الالتزام بالآداب الإسلامية. وقد أشرت في الحصة الماضية ما يجوز وما لا يجوز بإيجاز من الغناء المباح والأناشيد وضرب الدف وغيره. أشرت باختصار إلى آراء العلماء في الغناء بصفة عامة. لا أطيل في هذه الحصة، لا أعود إلى الحديث عن ما يجوز وما لا يجوز في الأفراح من غناء وغيره. المهم يشترط أن يكون الكلام لا يتنافى مع الشرعي ومع الآداب والأخلاق الإسلامية. لكن ما يجري إخواني في حفلاتنا، وخصوصا في حفلة الزفاف، آفات ومناكر وبدع وضلالات كثيرة، ولا ينتبه إليها كثير من المسلمات، ويقترفونها بدعوى أنهم في فرح، لأنهم لما سمعوا الحديث الذي ذكرته في الحصة الماضية، دعهن يا أبا بكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لتعلم اليهود بأن في دين فسحة أو بأن ديننا فسيح، معنى أنه لا يحرم في الإسلام أن نفرح وأن نعبر عن الفرحة سواء في العرس أو في العيد أو في غيره من الأفراح، لكن بشرط أن يكون هذا التعبير وفق شرع الله وفي حدود شرع الله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار، يعني حضرت في عرسها وزفتها إلى زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان معكم من له فإن الأنصار يعجبهم له. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عائشة: هل كان معكم في زف هذه المرأة إلى هذا الرجل من الأنصار من له فإن الأنصار يعجبهم له؟ إذن كان الأنصار معروفين بأنهم يحبون له ويعجبهم له في الأفراح بالخصوص. فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت، عائشة تقول ماذا؟ هذه الجارية التي تغني وتضرب بالدف تقول ماذا؟ عائشة تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول هذه الجارية؟ قال تقول: أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الحبة السوداء لم نحلل بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاراكم. وهذا الحديث رواه الطبراني. وقس على هذا من أمثال هذا الكلام، يجوز أن يكون غناء في حفلات المسلمين: أتيناكم فحيونا نحييكم، فلولا الحبة السوداء لم نحلل بواديكم، بولدكم السوداء، يعني بعد قرحنا المال مثلا الذهب أو الفضة، ما حللنا بواديكم لما نجي عندكم، ولولا الحنطة السمراء، هذا نوع من الطعام من الزرع، ما سمنت عذاركم. العذارة هم الفتيات الشابات. وقس على ذلك، احنا كذلك عندنا امثال هذا يقال في العرس حين زف العروس، ليس حراما يعني احنا كيقولوا امثال دارجه، لكل بلد اقوال ولكل بلد امداح ولكل بلد اناشيد تقال اثناء العرس، ولا عيب فيها ولا كلام فاحش فيها. كيقولوا داتو وداها، والله ما خلاها، وداها وداتو، يبقوا يمدحوا العروسة، هذوك يمدحوا العريس: عروسنا يا كذا، وعريسنا يا كذا، عروسنا يا كذا، عريسنا يا كذا، مداحة عادية طبيعية. وهو شيء من هذا موجود في هذه الأبيات الشعرية، لا كلام يستحي منه ولا فيه عيب ولا فحش،
ولا ذكر عورة ولا ذكر مفاتي المرأة ولا شيء من هذا القبيل. وكثير من هذا موجود في الأمدح لأنه في أناشيد وفي غيرها تقاول العريس وتقاول العروس. هناك أناشيد مناسبة للأعراس ولأفراح الأعراس لا بأس بها حتى يكون الإعلان ويكون له بالنسبة لمن يحب ويعجبه الله، ولكن في إطار شرع الله وفي حدود شرع الله، لا إفراط ولا تفريط. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. الفصل بين الزنا الذي يكون سرا والزواج والنكاح الذي يكون معلنا الصوت بالدف، من أجل أن يتم الإعلان وأن يسمع الصوت ويكون التعبير عن الفرحة بهذا العرس وهذا النكاح، وليعلم المسلمون من الجيران والأصحاب والأصدقاء بأن فلان قد تزوج بفلانة، حتى إذا ما رأيناه معها لا نتهمه ولا نتهمها، لأنه الآن حتى في زماننا إذا خرج الشاب مع أخته الشابة قد يتهم، وإذا كثير ما يتهم كثير من الشباب أو من الرجال يلتقي به أحد أصدقائه ممن لا يعرف أخواته ويتهمه، هو يعلم بأنه غير متزوج ويراه مع أخته وهو لا يعرف أخته فيتهمه أو يشك فيه أو يظن به سوءا. المرأة قد تلقى أنت وصاحبك مثلا قل لا أخت مع إحدى الأخوات شوفها مع أخوها وتقول له ودي شتك لك أنا ما بغيت شي نكلمك إن شت معك واحد سيد شبه تعني لازم زعما قول شكون هذا كان يشتاك قول اش كيجيك من العائلة وإلا راك مشبوه ما بغاش تكلمها إذن احترم فازم احتياط باش ما تحرجهاش زعما لأن إذا كانت مع زوجها ولا مع أخوها وكلمتها الدنيا يعني ولكن هي علاش ما كلمتهاش ظنت بأن ذلك الرجل أو الشاب الذي رأت معها أنه أجنبي عنها ولا يحل لها أن ترافقه ولذلك احترمتها واحتاطت في أن تكلمها فلم تكلمها ولم تسلم عليها. لأنه إخواني الرفقة مع المرأة الأجنبية والخصوص في المدينة الآن كانت تعرفوش بنادم كثير من الناس يعرفونك ولا يعرفون أخواتك وأنت غير متزوج فلما يرونك مع أختك قد يتهمونك ويكون بالنسبة إليك موطن شبه خصوصا تلقوا بك شدة في الدها ولا في شي حالة يقولوا شوف هذا قال لك هذا كان شوفه قال لك في الجمع يوميا وكيصوم وكيصلي وكذا وانت اشتا وغادي مع واحد السيد تلاقيت به في المدينة غادي هو واحد البنت وهذيك البنت لا اخته ولا بنت اخته ولا عمته ولا خالته. المهم او احدى المحرمات او المحارم والاخر قد يضم به سوءا فلذلك ينبغي ان نحتاط اخر الذي تثق فيه حذاري ان تظن به سوءا اذا ما رايته مع امرأة لا تعرفها. قد حدث هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان معتكفا فجاءت إحدى أمهات المؤمنين فخرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر صحابيان ولما رأي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني غير الطريق وأسرع في مشي فنادى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم على رسلكما إنها فلانة إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم يعني لا يوسوسكم الشيطان والضم بيسوع بأن امرأة لا تحلش من هذا القبيل فإن فلان. ولذلك إذا خشيت أن يظن بك سوء إذا كنت مع إحدى أخواتك أو إحدى المحارم في شارع ما أو في طريق ما أو في خلوة ما ورأك أحد معارفك فلا بأس أن تعرفه بأنها أختك أو عمتك أو خالتك أو زوجتك إن كان لا يعلم بأنك متزوج أو عاقد عليها إن كنت قد عقدت ولم تولم ولم تعلن النكاح. لأن من فوائد وإيجابية الإعلان هو دفع التهمة. إذن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدف. بعض الإخوة تشددوا في هذا الأمر وصاروا يبحثون الشرق والغرب حتى يحرموا كل وسائل الإعلان. قالوا الدف حرام على الرجال حلال على النساء، قالوا الغناء مباح حلال على النساء حرام على الرجال، أو بعضهم قال حلال على الشباب حرام على الكهول والشيوخ، وقال ممنوع أن يسمع صوت امرأة وأشياء كثيرة. صاروا يشددون وحتى التي وردت في الحديث أنها كانت جارية، معنى جارية أنها كانت أمة وأنها لم تكن حرة، وصاروا يشددون حتى أغلقوا جميع أبواب المباح مخافة أن يقعوا في الحرام. وأرى بأن هذا نوع من التشدد وهذا يدعو إلى ترك المباح والإقبال على الحرام. لما يأتي بعض الإخوة انطلاقا من فتاوى كثير من العلماء ببعض ما يجوز قوله أو تلحينه أو إعلان الزواج به من المباح ويحرمه آخرون، معنى أنهم يفتحون الباب واسعا أمام الغناء الحرام والغناء الفاحش وذكر ما لا يجوز في الأعراس.
وحضور الأجواق وغيرها من المنكرات والمشروبات والاختلاط والمجون والرقص الماجن بين الذكور والإناث. لماذا؟ لأنه ليس هناك بديلا نفرح به ونعين به الزواج. ولذلك إخواني ينبغي أن لا نشدد في هذا، كلما كان الكلام مباحا لا يقال فيه إلا ما يرضي الله من الأقوال، ولا يستحي منه المستحي في حضرة أبيه أو أمه، أو من يستحي منه يستحي منه، ولم يزد فيه على الدف الذي هو معروف في الحديث ومشهور عند العلماء، وليس في ذلك اختلاط ولا رقص ولا ما لا ينبغي. ينبغي أن نسكت عنه كما سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت الصحابة، وعلل ذلك بأن تعلم اليهود وغير اليهود من أعداء الإسلام بأن ديننا فسيح، فيه الفن الجميل، فيه الفن النقي، فيه الفن الطاهر الرفيع، والعفن والأوساخ والخبائث كلها يحرمها الإسلام بجميع أنواعها. لأن حتى له الحديث الوارد في الآية الذي قال فيه سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، قال بعض العلماء ممن أجازوا الغناء المباح الذي يلتزم بالأداب، قال بأنك إذا اشتريت مصحفا لتضل به عن سبيل الله يدخل في إطار اللهو، وإذا أتيت بموعظة لتضل بها عن سبيل الله يسمى لهوا، وإذا أتيت بتفسير للقرآن لتضل به عن سبيل الله يدخل في اللهو لهو الحديث. إذن القصد هو المعتبر في الإسلام، ما هو لهو الحديث؟ لهو الحديث المقصود بالآية عند بعض العلماء هو الذي يضل به صاحبه عن سبيل الله، أي يساهم أو يعمل على إضلال العباد به، غناء كان أو شعرا أو نظرا أو تفسيرا أو حديثا أو خطبة أو موعظة، أو بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية أو بأي لغة كانت، أو الأمازيغية أو غيره. كل ما جاء به من أقوال يضل بها عن سبيل الله تعتبر لهوا. أما الكلام الذي يقرب من الله ويشجع على طاعة الله وينشط الإنسان ليقبل على طاعة الله ويزيل الملل والرتابة، هذا لا بأس به، ويقبله الشرع والعقل السليم والنفوس السليمة والطباع السليمة. لا، بعضهم يشدد بأن الغناء يعود القرآن، الإنسان إذا سمع الغناء المباح أو الأناشيد المباحة فإنها تعود القرآن، وعوض أن يخشع القرآن يخشع الأناشيد، وعوض أن يهتم بالقرآن يهتم بالأناشيد. إخواني إذا عوضت هذا بهذا فقد ضللت عن سبيل الله، كان لغوا أو لم يكن لغوا. أصلا الإفراط في الشيء ممنوع، الإفراط في المباحات ممنوع، أكلا كانت أو شربا أو لباسا أو سكنا أو زواجا أو أي متعة من المتع، إذا أفرطت فقد وقعت في الحرام. لما كنقول الأناشيد المباحة والسماع المباح ما كان يعنيش تعود به القرآن وتعود به العلم وتعود به الحديث، إذا عودت القرآن بالأناشيد أو بسماع ما يجوز فقد ضللت عن سبيل الله، لأن القرآن دستور الأمة وتلاوته عبادة وسماعه عبادة، ولك بكل حرف حسنة، ولا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولم حرف وميم حرف، لكن الغناء المباح والأناشيد المباحة وسماع المباح ليس قولها ولا سماعها فيه الحسنات ولا فيه الأجر العظيم ولا الثواب المضاعف، ولا بكل حرف حسنة ولا بعشرة حروف حسنة ولا بالبيت الشعري حسنة، لا لم يقل هذا، ولكنه مباح. معنى مباح، المباح هو ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، نوع من التنشيط وإدخال السرور وإعلان الفرحة بالعرس أو بالعيد في حدود الضوابط الشرعية، والغلو فيه والزيادة فيه والاحتراف به لا يجوز، لأنه يشغل عن طاعة الله وعن الاهتمام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أرى أنه إذا سمعت الأناشيد أو الأغاني المباحة أو السماع المباح أنه قد يعوضك القرآن، مرة أخرى لما تسمع القرآن ما تحس لا بخشوع ولا بتدبر ولا بعبادة أبدا. وأنا أشعر بهذا، أسمع أحيانا أناشيد فيها أداب محترمة بالإسلام تؤثر في بل تشجعني على طاعة الله، وقد أسمع ما يثير في الإقبال على الإسلام من الأناشيد ملتزمة، ولا يؤثر في هذا أبدا في قضية سماع القرآن، بل أنا أرى والله أعلم قد يوافق البعض اللي يوافق لي أكثر الإخوة والأخوات، أن أصل الذي يسمع الأناشيد الملتزمة أو السماع الملتزم بشرع الله أو الغناء المباح ملتزم بالآداب الإسلامية الذي يحض على الإسلام وعلى الأخلاق وعلى الجهاد وعلى العفة وعلى الطهارة وليس فيه حرام، إذا طرب له أرى أنه يطرب القرآن 100%،
لان كاين عصر اللي ما عندوش حس، ما عندوش ذوق، ما عنده ذوق لا ديال الاناشيد ولا ديال الغناء ولا ديال الموسيقى ولا ديال القران ولا ديال الامدح. ناشف كيعترف يحتاج قرا عليه 60 حزب لا يتحرك، سواء قرا عليه عبد الصمد رحمه الله او المنشاوي او الطبلاوي او عنتر او الحديفي او السديس او اي مقرئ من المقرئين المشهورين، لا يؤثر فيهم اي واحد. او اسمع الاغاني الكلاسيكيه او المعاصره او الشرقيه او الغربيه او الموسيقى المباحه او غير المباحه او الدف او الالات او العود او الكمان، لا يؤثر فيه شيء. ميت يابس وما كيحس بفرح كبير في العرس ولا بحزن قوي في الجنازه ولا والو، ما كيبكي ما كيفرح ناشف. وانا ارى الذي يكون رقيق الحس انه كيطرب الموسيقى كتعثر فيه اصلا، ويطرب الاغاني والاناشيد والامداح والابتهالات، ويسمع القران يكون اكثر اذا كان مؤمنا يعرف الله ويعرف معنى ما ورد في القران. انما ينبغي ان يجتنب الموسيقى المحرمه والاغاني المحرمه ويسمع المباح ويقتصد فيه ويركز على سماع كتاب الله لان له فيه اجر عظيم. هذا كيبان لي الضوابط. يعني شو هذا محرم الموسيقى وحرم الاغاني ومحرم كل شيء في جميع الابواب لدرجه انه كيسمع الاخبار جات واحد اللقطه في واحد الموسيقى طفاه عاود شعلها عاود لقاها عاود طفاه عاود شعلها لقاها طفاه، ماشي هاد الدرجه هذا، ماشي الزينه ولا الخمر. سمعت شي شويه ديال الموسيقى دازت في وسط الاخبار ولا في وسط اشهار معين على غفله او لقطه معينه كيقول لك ابقوا معنا ابقوا معنا، انت ما عرفتش تبع برنامج مهم كيديروا لك اشهار في الموسيقى، انت مشدد في الموسيقى، قال حرام قال يجوز قال تنبت النفاق في قلبك كما ينبت الماء البقر الى اخره، ومشدد ومشتت الاسره ومشوه وحارس جالس حداه غير يحس بشي ريحه ديال شي موسيقى كيف ما كانت كيطفيه ويبقى بحال به كيطفيه كيطفيه. مش هالدرجه اصلا انت اذا كنت معتقد بان الموسيقى حرام لا تطربك ولا تؤثر فيك، اعتبر صاحب الموسيقى سفي، وإذا نطق السفيه فلا تجبه وخير إجابته السكوت. وكنقول كذلك إذا ابتليت بشخص لا خلق له فقل كأنك لم تسمع ولم يقول، إذا اعتبرت أن التلفزة سفيه ولا أخلاق لها فقل كأنك لم تسمع ولم تقول، لما يقول كلام مهم ركز السمع استمع وأنصت. إذا مش للدرجة تصور دابا تكون جالس في الدار ومعتقد بأن الموسيقى حرام بإطلاق، لا يجوز سماعها بإطلاق لا عن قرب ولا عن بعد، يكون جارك مبري بالموسيقى ملي كيسمح هو طلقه اش غدير في ودنيك انت؟ قصات الدب ولا تخوي؟ تخرج من الدار حتى يطفيها ما يطفيهاش هو، تلقى في النهار وفي الليل ولا كتبيع وتشري وجارك كيبيع الكاسيت ديال الاغاني الفاحشه والساقطه والجائزه وغير الجائزه وداير المكبر، تغدي تبيع الحانوت حتى تعيش في حرج وتعيش في ضيق وفي مشقه وفيما لا طاقه لك به. خفف على راسك، حامل كبير راه باين والحامل اللي فيه وفيه راه باين، غتلقاه كياكل الربا ولا كيكذب ولا كيغتاب الناس ولا كيمشي بالنميمه او كيغش في الميزان ولا كيكذب في التجاره ولا كيغش ويدفع رقم واحد في رقم جوج ورقم جوج في رقم واحد ورقم ثلاثه في رقم واحد وكذوب راه مزيان راه داير راه كذا وما يغدش البصر الى اخره. ولما الجيل الموسيقي كيسمع عادي في الزنقه ولا عند الجيران هو غادي يدير هكا بحال لبيل مالك شي موسيقى كنسمعها بعيده زعما قال هاد الدرجه تقوى شي قاع تقوى كامل. يعني من خصنا نفهموا يا اخواني بان ديننا فيه فسحه ولم يحملنا الله عز وجل ما لا طاقة لنا به. هذا الشيء فوق طاقتك انت صافي سمعتو بحال غض البصر كتقرا غض البصر في الايه قل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهم. وكتعرفوا قصه الرسول صلى الله عليه وسلم مع الفضل بن العباس لما كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبوا على الدابه وجاءت امرأة جميلة حسناء تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحج، لما وقفت بجانبه صار الفضل بن عباس يلتفت إليها ينظر إليها لأنها جميلة أثرت فيه بجمالها، فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يميل وجهه عنها كيدفع لي وجهه والفضل يعيد النظر إليها ثم يدفع الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه عجبته أثرت فيه غض البصر فعلا. ولذلك قال سبحانه وتعالى يغض من أبصاره. دابا بالله عليك حنا في الشارع دابا كدير تغض بصرك يلا كيدك، يعني النساء اصلا غض البصر على المراه المحجبه. دابا عندنا نساء عاريات في مره تقريبا 99% ومزوقه ومريحه والكلام مشوه والمشيه مشوهه وكل شيء مروق، والنساء من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك كاين في السفل والفوق. يلا فين غدير عينيك؟ تصور تسمع الايه وقلت شي واحد ممنوع تحل عينيك هذا ماشي من تما الاخر مره. يعني الاصل ألا نسمح للبصر أن يطيل النظر ويتمعن
ويصل الأمر إلى النفس أو إلى القلب فتقع الكارثة. ويدق صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك والثانية ليست لك أو عليك في رواية أخرى. يا علي لك الأولى وليست لك الثانية، لا تتبع النظرة النظرة، فإن الأولى لك والثانية عليك أو ليست لك. صحيح؟ ولكن دابا حنا مشكل عندنا الأولى مع وحدة والثانية مع أخرى والثالثة مع أخرى. ملي كتغض بصرك على وحدة كتبان لك أخرى، ملي كتدخل أنت كتشوف كارثة. شو وماشي بحجبات متبرجات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من كذا وكذا. مشكلة. ولذلك إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. إيش يعني؟ والحرم بين فتاوى بوحدة، فتاوى تتغير بتغير الزمان والمكان. راه كاين بعض المتنطعين اللي مشوا في هذه الفتاوى التي تعتمد على ظواهر النصوص وحرموا على كثير من الشباب والشابات ما هو واجب شرعي ويدخل حالهم في إطار الضرورات التي تبيح المحظورات، وأفتوا لهم بأنه لا يجوز وحرموا عليهم ما أوجب الله عليه. مثلا طلب العلم، يعني عندنا مجموعة من الشباب يزعمون أنهم دعاة إلى الله، أرخوا لحاهم وقصروا الأقمصة واستعملوا عود العرق وقصوا الشوارب وصاروا مفتين في الأرض، بالخصوص في إطار الطلبة يدعونهم إلى التخلي عن العلوم التي ندرسها الآن في كلياتنا وجامعاتنا بدعوى أنها حرام، وهذه جريمة في حق الأمة. وهو لا يشعر بهذا، هو يزعم بأنه يدعو إلى الله. علاش السي الفقيه المشوه طلب العلم في جامعة حرام؟ قال لي إن فيها النساء والفتيات. يعني عوض ما يخرجوا الفتيات ولا يتحجبوا الفتيات نحرم طلب العلم على الشبان والفتيان ونخليهم فيها غير الفتيات العاريات. حالك يقول لك جام فيه غير المنافقين ما نصليش فيه. تهذا قال لك الجامعة فيها المتبرجات، إذا لا يجوز طلب العلم فيها. والآن كيمشيوا مع الأسف ويدخلوا المكتبة في كلية العلوم وفي كلية الأدب ويدعون الشباب، يقيمون حلقات علمية كما يزعمون دعوية، ويدعون الطلبة إلى التخلي عن متابعة الدراسة في الكليات، كليات العلوم وكليات الأدب وكليات الحقوق وغيرها. علاش؟ فيها الاختلاط. هل هناك مدرسة في عالمنا الذي نعيش فيه ليس فيها اختلاط؟ المغرب مثلا، هل هناك معهد ليس فيه اختلاط؟ هل هناك كلية ليس فيها اختلاط؟ هل هناك جامعة ليس فيها اختلاط؟ لكن والعلم ضروري وواجب وفرض، منهما هو فرض عين ومنهما هو فرض كفاية. وبالعلم نحارب الآن في الأمة. تصور دخل الإنسان متخصص في الفيزياء النووية يقول له حرام، علاش؟ فيها البلاد. أمريكا وأوروبا وإسرائيل يدرسون الفيزياء النووية ويصنعون النووي وأسلحة دمار شامل ويحاربوننا ويستعمروننا ويحتلون بلداننا ويستحمروننا بالصناعة النووية والسلاح النووي وأسلحة دمار شامل، ولجوا عندنا احنا يلقونا حرمنا العلم وتركنا الكليات والجامعات والمعاهد والثانويات. علاش؟ فيها الاختلاط. وش هذا فقه بالله عليكم؟ هذا الشوه، هذا رجل المركب. والذي يفتي بهذا أضل من الحمار، لا يفقه الدين ولا يعرف مقاصد الشريعة الإسلامية ولا روح الدين الإسلامي. ولذلك مع الأسف إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. مرة جاءت طالبة تسألني وكانت تدرس عندي، قالت لي هل يجوز الدراسة في كلية الحقوق؟ قلت لها علاش؟ قالت لها جوال السيد كيدير الدروس للنساء وقالنا حرام الدراسة في كلية الحقوق. وهذا اللي قال حرام الدراسة في كلية الحقوق، راه محرم حتى في كلية العلوم وحتى في كلية الأدب. وهذا البنت كتدخل كلية الحقوق محجبة ملتزمة، يعني قال لها حرام، ما يقول لها حرام شنو غادي؟ غتخرج بحالة غتولي أمية. يقول لها مثلا كلية الحقوق كيتخرجوا منها الإداريون ورؤساء المصالح والقياد والقضاة والمحامون والمحاميات، وهذا الشيء فيه نظر والقانون كذا والشرع كذا. يا أخي نحن الآن ما أحوجنا إلى القضاة الملتزمين بالإسلام، وما أحوجنا إلى الإداريين الملتزمين بالإسلام، وما أحوجنا إلى المحامين والمحاميات الملتزمين بالإسلام الذين يخافون الله. لما تقول له حرام ولا تسمح بهذا التعليم وبهذا العلم إلا لغير الملتزمين بالإسلام فهذا جهل وضلال، كارثة. وهذا لا ينبغي أن يسمح له أن يروج في صفوف المسلمين والمسلمات. ردوا بالكم إخواني من الفتاوى الصادرة عن الجهال، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. أما شغي منها بود بتسولوا، قال إذا الحياة طويلة ولا بلك سني ولا ملتزم سولوا. وليس كل فقيه يصلح للسؤال، وليس كل خطيب يصلح للسؤال، وليس كل واعظ يصلح للفتوى. شكونوا عارفين يا إخوان فرق بين الوعظ وبين الخطابة وبين تقديم دروس في الفقه الإسلامي أو في التفسير أو في الحديث وبالإفتاء؟ إفتاء خطير جدا كما قال صلى الله عليه وسلم.
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، إنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وإذاك الضبر فرق بين الإنسان للإسلام وبأن تعظه وبأن تخطب فيه وبأن تنصحه وبين أن تفتي. وإحنا مع الأسف جلنا تربينا على هذا، كان فتيوا بلا ما يسولون، ولا سولون على وحدة كان جاوبوا على ثلاثة ولا أربعة، وسول أي واحد في الجمع يفتي أي واحد، قل من المسلمين والمسلمات من تسألوه ويقول لك لا أدري أو دعني أبحث أو دعني أسأل أو إلى الحصة المقبلة، قل من المسلمين والمسلمات مع الأسف الشديد. وهذا خطر شديد وأمر عظيم يفعل في الأمة ما لا يفعله أعداؤها. والواحد اللي يسمع الفتوى من أي كان ينشرها ويذيعها بالمسلمين والمسلمات، لدرجة أن المسلمين حرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله بسبب هذه الفتاوى الطائشة الصادرة عن أنصاف الفقهاء أو عن أشباه الفقهاء وأشباه العلماء. مع الأسف الشديد احنا أصلا عجزاني، ما فينا ما يخدم وما فينا ما يتعب، اللي خصو فتوى كيسول غير اللي حداه، كيسلك باللي حداه، لأن مولفين تسلك. ما كنقولوا سلك حسن لك، وقعت لك شي حاجة شي أمر باغي تسول اللي لقيت وحدك كيسلي الله يجزيك بخير ما حكمه كذا، كيكور هاك هو بوحده ويجيك جوج اخرين يا ما كنتش عارفهم، هو مكور وكيكورك معاه، ما فيك ما يمشي للمجلس العلمي ولا ما يتصل بروك المفتي لا في الداخلي ولا في الخارج، وموجود شحال تخسر عليه مثلا؟ بعض القنوات كاين روك المفتي مفتوح تخسر عليه مثلا 20 درهم 20 درهم في دوله قريبه من الدول المجاوره، ان لم يتيسر لك في الوطن نفسي 20 درهم 30 كاع هذيك غاليه يعني. هذا يا اخي الحرام والحلال، وكيقولوا العوام وسدها على عالم وصير ربك سالم، ولكن على عالم يعلم ويعمل وسدها عليه للمفتي فعلا الذي هو اهل الفتوى، وحينها يكون هو المسؤول امام الله سبحانه وتعالى. اما كتسول صاحبك في الطريق ما حكمه كذا، يجوز الله يجزيك بخير فرجتها عليا شي واحد قال له ودي راه كيوقف عليا العار شي مره وكنحشمو قدام الناس وكنصلي بلا وضو اش دار لك؟ قال لي ودي عرفتي اش غدير؟ ما تنويش انت الصلاه، صلي بلا وضو ولكن غير حركات ما تنويش تصلي، هذه حركه ليا. قال لي والله الا حلت لنا المشكل فرجت علينا، كنا واحلين ولقاو الحل هو انه يصلي وما يصليش. قال لي ما تنويش، واش حالك تفتيني ما تنويش؟ انت اش راكش معاه في الجريمه؟ انت شجعته انه يصلي بلا وضو وشجعته ما بقاش كيصلي اصلا، وعطيته الحل بانه ما كاين باس، باغي تصلي معنا الدور بلا وضو؟ لا تنويش انت الدور، حنا كنصليو الدور لما نقول الله اكبر انت قول واحد، لما نقولوا ركعوا كنت جوج بحال الرياضه، حنا كنكبروا انت احسن سكوات ونوي بانك دير حركات رياضيه بشي نادي من الانديه، هذا هو الفتوى. وعلاش اخويا انت كلفك الله باش تحل المشكل؟ خلي المجرمين حاصلين، يا اما نصحوا لله لان المفتي امين مستامن على الفتوى، خصو يفتيك بما يراه صوابا ونجاة وحلا للاشكال، ماشي يكورك ولا يورطك. هنا انتصف الشريط مع تحيات ابو هاجر. ويخليك عايش في الحرام حتى يوم القيامة، وحتى انت كتورط معاه في قفته ما عرفش شيء قل له لا أدري، ومن قال لا أدري علمه الله ما لا يدري. إن هذا بالنسبة لي العرس دابا محتفلين دابا رجعوا عند المغاربة دابا مواطنين غير دابا داير العرس، داير العرس دابا هذا النهار عندنا الحفلة، حفلة يعني قصارى، وبعض المناطق كيسموها الحنة، هذه الحنة. إذا الآن الأسرة بدأت العرس، تم العقد كما اتفقنا سابقا، أن جاءت ليلة الزفاف. الآن هذا الزمن الآن وقع عندنا إشكال داخل الأسر ومشاكل كثيرة، إما كتلقى الأب ملتزم والأم عادية ما عندها غرض لا في حلال ولا في حرام، إما كتلقى الأب والأب ملتزمين والأولاد عاديين ما عندهم غرض لا في حرام ولا في حلال اللي كيديروه الناس يديروه، يا إما كتلقى الولد ملتزم العريس ملتزم ومتقي الله وباهم معاديين ما عندهم غرض لا في حلال ولا في حرام، يا إما كتلقى متفق هو وباه هم خلف له، يا إما متفق هو وباه أمه ومخالفين معاه أخواته باغين ينشطوا ويقصروا ويشطحوا ويغنيوا بحالنا ما يتحرموش. المهم عندنا إشكال الآن، علاش؟ لأننا بعدنا وعاد بقينا كنرجعوا، بعدنا عن صراط الله المستقيم، عاد بعض أفراد الأسرة بقوا كيرجعوا، إما كيرجع الأب الأول إما الأم إما الإبن إما البنت إما حسب، كاين الولد متقي الله 100% وباه كاين ولا حشيش، كاين الرجل ممتاز 100% 80% والمرأة ديالهم مشوه خارجه بحال التعريجه معريه مشوهه عادي، كاين المرأة الثانية عندهم ممتاز ما محتاج ما متقي الله وبناتها الا شفتو تقول جايبهم في اوروبا كورين عافيه مشكله يعني، ولا كلشي ملتزم والولد كيتعشش ولا كيتكيف ولا مسكيري ولا فاسق، ولا جات الحفله كيوقع الاختلاف الصراع، الا هو كان الاب والام متقي الله كيقولوا ولدي احنا ما نديروش الحرام في هذا الناس
الغناء الفاحش داك الجوق ديال الشوها ديال قلة الحياة والخمور اختلاط الرقص ممنوع. غادي نطلعوا هذا العرس ونبنيوه على تقوى من الله. يقول له الوليد لا انا معاك نعقدوا على كتاب الله وسنة رسوله، ولكن الحفلة لا، لا بد من الجوق ولا بد من المشروبات ولا بد من النشاط والاختلاط، واللي بين قصر رقصنا في ديور الناس يرقصوا في ديورنا، هذا هو العقل. والناس شطحونا في عروسهم تنشطحوا، وسكرونا نسكروهم، وشطحنا مع العائلات ديالهم تهم يشطحوا مع العائلات ديالنا، ولا هم بغيتش ياخذوا تشطحي الدبس معاه، ما بغيتش تحري في عرسي زعما ما فرحاش كرهاني وحسداني، علاش هذا مسكين خلاني نشطح ليه مع اختو؟ يعني التقابل الجميل. وانت الوالد زيد عندي تشطحي ما فرحاش، علاش امين هذا شطحت معانا وامين هذا شطحت معانا وكلنا شطحنا الحمد لله كبار وصغار، شطحي حتى شوفوا واحد القياس شطحي معاه ما فيها والو، والا راكم هي ضدي ما باغينش تفرحوا لي وكذا وانا بغيت تحرموني واش انا مالي بحال الناس وانا كذا وكاع الناس كيديروا هذا الشيء. وكيبقاو الوالدين مساكين في ازمه ومشكل هما باغيين يرضيو ولدو، ولكن بالحلال والحرام لا، الا ما رضاوش يتنوض الفتنه والصراع والبكاء في العرس. اما الا كانوا مع خواتاتو خلاص كيديروا عصابه يديروا نقابه ضد با وامه، علاش؟ ضروري يرجعوا وضروري مكبر الصنوه وضروري الخيمه في السطح يتخلطوا ذكور وينس، واللي بغا يدير جي يديروا داير العرس بحاله. او كيقول الولد عاود ثاني متقي الله وباه كيقول له ما نديروا عرس عادي اللي كيديروا الناس نديروه، كيقول له الوالد راه حرام انا بغيت نتزوج على كتاب الله وسنه رسوله، ياك انا هو العرس لا والو، انا هو باك انا هو الولي اللي كيديروا الناس والجيران والاصدقاء نديروه، واش اللي يضحكوا علينا الناس داين عرس بلا جوق بلا شطيح على عندنا جنازه لابد من الشطيح حتى ما شطحش بزاف شطح شويه المهم، وحتى الا ما خلاش يجوق حتى الصباح على العقل 12 وحده زعما نحاولوا نرضيوك نديروا نص نص كما قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا تعالى نعبد الهك يوما وعبد الهتنا يوما نهار بنهار، كيتساوموا هما ولدهم زعما نديروا داك الشيء خفيف نقصوا الصونو الرقص ما يرقصوش بزاف، نديروا هنا مجموعه ديال الذكور هنا مجموعه ديال الاناث ما يتخلطوش، ولا حتى بغيت تخلطوا يشترط ان تكون بنت خالته او بنت عمته او بنت اخيه او بنت الجيران او كيقرا معاه، اما اللي ما كيعرفش ما يشطحش معاه مفاوضات، ويلا كان هكاش باسمك يشطح مع بنت خالته وداك الشيء خفيف ربع ساعه ثلث يتفاهموا عليهما، راه كواري كتوقف في العصر راه كاين العصر تشتو غير بسبب العرس ما تتفقيش، لان قلت لكم لما تشتتنا وحاولنا نعود الى الله منا من عاد ومنا من لم يعد، ومنا من عاد بعضه ولم يعد بعض الاخر، ومنا من عاد في جانب ولم يعد في جانب اخر، ومنا من عاد ويفقه الدين ومنا من عاد ولا يفقه الدين، ومنا من فقه شيئا وجاهل اشياء في هذا الموضوع. تصور انا كنعرف شباب كيشكي كيجي عندي كيقول لك اودي انا بغيت ندير الزواج على كتاب الله وسنه رسوله والوالدين ما بغاوش، قالوا لي ضروري دير الجوق كما يفعل سائر الناس ولا خرج علينا، هذا اسلوب التهديد ولا هاست تختار رضا. تصور امك تقول لك هاست تختار رضا الا ما درتش الجوق، الجوق ديال الحرام ويكون فيه جميع ما يكون في سائر الاجواق، اش غادير لها؟ طيعها تعصاها تسخط عليك تغضب عليك تضحك في العرس تشتت العائله تسمح في الجوق اش غادير؟ هناك كل مسلم عينه ميزانه، يعني إذا حست بالقضية إذا وقفت حجر عثرة في وجه الحرام وامتنعت من الحرام وعلمت بأن ذلك سيؤدي إلى شتات الأسرة وغضب الوالدين والإخوة والعائلة، حاول أن تخفف من الحرام ومن المنكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا وفوق طاقتك لا تلام، وما تشتتش الأسرة لأن هناك فقه الأولويات، وإذا تعارضت مفسدتان نقدم الصغرى على الكبرى، وإذا تعارضت مصلحتان نقدم الكبرى على الصغرى، وإذا تقدمت مصلحة ودرء مفسدة نقدم درء المفسدة على جلب مصلحة، وحاول ألا تشارك أنت وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وحدة أخرى يمكن الأسرة تتفاهم كلهم تفاهموا العائلة الصغيرة الأبوان والأولاد على أن لا يكون هناك حرام في العرس، لكن كيجي شي فضولي من العائلة بعيد عمهم ولا خالهم ولا ولد عمهم ولا ولد خالهم ولا ولد خالتهم لا باس عليه ولا في الخارج ولا شي كارثه كيقولوا ما غاديروش الجوق، لا يقولوا انا غندير الجوق وغنخلصوا على حسابي، كيقول يا سيدي حنا ما تخلص عينا ما دينا الجوق في دارنا ما نديروش الجوق، كيقول لهم الا ما بغيتوش الجوق في داركم نديروا في دار اخرى ونخلصوا انا شيطان فلوسه، وكيرغم ويضغط ويحرص حتى يتم الجوق فعلا يخلصوا هو ويجيب الشراب هو ويجيب الشيخات هو ويجيب الشطاحة هو ويسهروا حتى الصباح ويعيش كاع ما حاضرش لا هو ولا العائلة. شنو داير انت هنايا؟ عرس ديال ولد خويا ولا ديال ولد اختي ولا ديال ولد عمتي ولا ولد خالتي، وعلاش ما حاضرينش هما؟ قالوا لك اسيدي هذا الشيء حرام تبارك الله جابوا لنا الدين الجديد وما دابا عاد نزل عليهم الوحي وبغى يحرمونا احنا بهذا الشيء، واد
الليلة عندنا كبيرة احنا، وانا جاي من الخارج على نسبتها وكل شيء على حسابي، ومع ذلك مسخط قالوا لك حرام. واش هادو عندهم شي عقل؟ ورا محمد مسالي ومرته وجايب بناته والعائلة ومخلط الدنيا، شي داخل من الزنقة وشي من العائلة وشي من العائلة، وكيرقص كل شي سكران، شي محشش، شي دايخ، شي شايق، ولكل وجهته هو مولية، كل واحد عارف كيف يفتح. هذه وحدة. ثانية، دابا داروا العرس تابقوا على الجوق، مول الجوق كاين الرقص، كاين الاختلاط، بعض العائلات مازال محافظة وخدروا الجوق ما كيخلطوش الذكور والإناث، وقليل في البوادي كاين، بعض المناطق ممنوع النساء يجتمعن مع الرجال في أي مناسبة، لكن في المدن حتى اللي جاوا من البادية ومن الصحاري ودخلوا المدن تحضروا الحمد لله دابا، تخلاو على العادات الطيبة ودخلوا في العادات الخبيثة، ولاو حتى هما كيخلطوا الذكور والإناث، على العرس. والعرس ما كاين ما زعما راه ما فيه لا حرام لا حلال، هي محجبه ومستوره ومحافظه، ولكن في العرس لا، لدرجه انك كتدخل لشي عرس مثلا وتظل لما كتكون كتشوفها في الزنقه بجلابتها ولا تمها مثلا او بالحجاب العادي، لكن لما تجي في العرس وتجي داخل تلقاها مقفضه على في الحمام، طلع يديها حتى الكتف، علاش؟ كنت في الكوزينه، ورجليها معريه حتى للركبه، والصدر عريان، والشعر معري فيه النص والنص مغطي ولا كامل، مالك؟ شكون هادي؟ أم العريس، وراه عرسهم هادي، راه من الكوزينة للبيت ديال الحلوى عند الضياف اللي عند كذا، مرحبا طالعة في الدروج يعني عادي، طالعين البرانيين ولا الأقارب ولا الأصدقاء ولا النساء ولا بحال عادي، وبناتها حتى هما دابا بداو من الملتزمات يعني محتجبات يعني محجبات ومحافظات وملتزمات في العرس، بعضهم في كل شيء، حتى هما كيمشيو يتكشطوا مكشطوا دايرة الحجاب. تصور بالقفطان تحتية والفوقية داك الشيء كيبري والسقلي والورد والطرز على الطرز الرباطي وهالفاسي وهالمكناسي وهالعروبي وهالبلدي وهالرومي، وداك الشيء مشقق هنا في الجناب وكذا، والسمطة ديال الدبلة ديال السقلي والدابة تيدي مدلدل في الودنين وفي الرقبة إلى آخره، وحتى الدرة كي دايرة كتشعل عليه الدرة تخلعك بلا المراقع، ديرها غير فوق الحجرة وتعطر فيك ماشي فوق راسها عادي، ودايرة المكياج خفيف باش ما تعيقش لأنها محجبة، شنايف مصبوغين على قد الحال ولوج على قد الحال، وداك شيء خفيف كتقول لك انا يعني اصباغ ملتزمه، حاف شتح ملتزم، ما قبلش شتح ملتزم غير هي ما تغيب لك كتشوفوه في التلفزيون تاعو، شتح ملتزم بحال ديال الخليج تلقاه بعبات وبيضاو وغطيت الراس، تكون تطلب هذا داير 60 حزب 100 شي واحد، فاذا بيض ما كاينش طاح سيدي بجلابته بدرته بحال كيلعب بحال المراه تاعو، كاينش طاح عاد هذاك شتح ملتزم، وراه هذا الشيء كاين حتى عند المسلم، راه الشيطان الا فلتو منه في سائل الايام في العرس كيحصلوا في الشبكه، وكاين محجبات دابا يزعمنا أننا ملتزمات بالزي الإسلامي وكيدو الأصباغ، خلي اللباس المتبرج حجاب متبرج تكلمنا عليه في درس سابق، كاين عاود ثاني دابا الصباغة ديال المحتجبات خفيفة، وكتظن هي بأن احنا ما كنفهموش زعما الصباغة الخفيفة، زعما احنا كوان دابا مغفلين دايرة في وجهها ودايرة في عينيها ودايرة في شنايفها وفي كلشي، وكتظن بأن الناس راه غيفهموا بأن هذاك هو لونها، ولا لأن الخلقة التي يخلق الخلق الله عز وجل عليها ليست كخلقة البشر وصنع البشر وألوان البشر، مستحيل، وليس هناك أصباغ على وجه الأرض حينما تستعملها المرأة لا تعرف بأنها صباغة اصطناعية ولون اصطناعي، ولذلك أهيب بالأخوات الملتزمات أو المحجبات بأن يتقين الله في استعمال المساحيق والأصباغ فإنها معروفة ولا تجوز. تاليا اللي كتقول لك أودي أنا محاضي يا راسي تمشي ديرني فيها ودير شي دهنا، تقول لك أودي كتضربني الشمس، ومني كتضربني الشمس كدير لي تافوري ولا كدير لي الحبوب ولا، وهو هذيك الدهنا براسها فيها جمال، نمشي أقول لها تافوري ولا كيحرش لي وجهي ولا، ولا إلا حرشك وجهك مزيان ما تفتني حد، ما تدخل للدار عاود دير الطبيب باش ما بغيت، ومني تعاود تدخل للزنقة إلا باغي يحرش يحرش مالك، إذا أنت تزيانين ضربتني الشمس، واش خرجك الشمس أنت؟ خرجني الزمان كل شيء بيخرج الشمس، وفي الصيف باش يمشي يبدلوا الجلدة في البحر، باغي يبدلوا الجلدة والدهنة، في الشمس كتمشيو تبدلوا الجلدة، وفي الشتا كتضربكم الشمس، هي الصيف كنمشيو لها قصدر، وفي الشتا كدير الدهنة باش ما تضربكش الشمس، إذا راه غير لعب، ويتحايلون في الفتوى، هي كدير دهنة معينة، فيها ريحة، فيها عطر، رائحة طيبة، وتزين لون البشرة، وكتجي تقول لك أودي هل يجوز استعمال واحد الدهنة هي دواء كتمنع من ضربة الشمس أو نوبة الشمس أو من المشاق ولا الحروشية ديال الوجه، مشكلة إذا كيتصبغوا في العرس وكيتكشطوا ملتزمات وغير ملتزمات، اللي ملتزمات خلاص راه عادي وكيدخلوا حتى وحتى إلا ما رقصتش مع الرجال كترقص مع النساء، ولما ترقص مع النساء رقص فاحش يعني شوه وموسيقى فاحشة، ولا ما بغاتش وكانت ملتزمة وما بغاتش ترقص كيجوا متطوعات من العائلة والله حتى تنوضي تحنتيني أنا حفتك بالله فيا ما يصوم ثلاث ايام، نوضي غير دويره وقلس ويبقاو عليها حتى ينوضوها باسمي انهم حلفوا لها بالله، هذا عرس خوك
وعرس عمك وعرس خالك وعرس بنت خالك وعرس بنت خالتك، ما كاين حد، ما كاين براني الا عائله، هادو ولاد عمك وهادو، خاص تحي هذا تحي تحي ملتزم، ما تعيقيش يعني، هذا غير ولد الجيران، هذا صاحب العريس، هذا عاديين يعني. وكيوليو النساء فقيهات يفتين في العرس بما يجوز وما لا يجوز، الشابات مساكين كيستجبوا، مادام قالتها امي وقالتها خالتي وقالتها الحاجه الفلانيه، اذا راه جائز ما كاين باس. كيولي المجمع الفقهي النسوي في العرس وكيفتي، ويتم الاجماع على الحرام وتستجيب الفتاه، والفتاه عاود ثاني غير تنوض ينوض مع اصحابتها، وعاود ثاني يدخل خوها، وخوها يعاود يدخل صاحبه، وصاحب صاحبه، كيوليو كيشطحوا مخلطين. ولكن المحتجبه كتقول ودي ما تقيسنيش، سبحان الله ما تقيسنيش، زعما ملتزمه هذه، اللي ما ملتزماش الدنيا عندها هانيه، ولكن اللي ملتزمه تقول له ودي نشطحهم يقرب لحد، ولا غير مع ولد خالي ولا ولد عمي ولا خويا، وغير بالفن حتى كيردهم ابليس لعنه الله، كيرد في الجميع، المحافظات وغير المحافظات والملتزمات وغير الملتزمات، وحتى اللي عمرها ما كانت كتصور ترقص امام الرجال ترقص في العرس، وهذه جريمه. وشتنا في بعض الاعراس اللي كانوا محافظين 100% لما جاوا للمدينه كيتخلطوا ذكور واناث 100%، والكارثه الكبرى حتى العريس والعروسه كيشطحوا. الشوه مما عاهدناه في العريس والعروسه انهم كيكونوا حاشمين حتى وجههم ما كيعريوش، هذاك مغطي له قبو وهي رامين عليها غطاء على راسها ما كيبان لها وجهها، لا هي حاشمه هو حاشم مغطين اصلا. دابا ولا العريس والعروسه حتى ما كيشطحوا في وسط الناس. بالشوه الاخرى العروسه يردوها بحال التعريجه مزوقه بجميع الالوان، يجيبوا لها النقافه ويكشطوها بجميع انواع الالبسه جميله والحسنه، ويلبسوها انواع الذهب والفضه والمجوهرات ويصبغوها بجميع الالوان، الاصباغ الموجوده كلها، وكيزيدوا الطباشير وربما الجير حتى هو، بعض المناطق كيستعملوا الطباشير حمار والزرق داكشي. وعاد خارجين مع العائله عاوتاني في الزنقه تكاشط، المراه كتشطح يوم ولد الطبلون الغيط كدور هي وياه دورها ودورها، مين العروس ولا مين العريس، وخالته وعمته خارجين مكشطات مريحات مصبوغات كيشطحوا مع مول الطبلون الغيط في الزنقه دابا هذه عاوتاني، والجمهور واقف كيتفرج بحالها في السيركي. والشراء عاقدين على كتاب الله وسنة رسوله كما تكلمنا في الحصة الماضية، تزيد في الشهات اللي عندنا كثيرة في البلاد مع الأسف الشديد تزيد، وكيولي ما كتبقى لا حرمة للدار ديال العرس ولا احترام ولا بيت النعاس ولا بيت الضياف ولا حمام ولا سطح ولا دروج، كل شيء مخلط. علاش؟ العرس دار العرس اللباس فعلا كنشوف المحافظات ملتزمات وغير ملتزمات، المرأة غادي تدوز العرس عشية أتغدى وتدوز معاهم العشية، شحال دايا معاها من تكشيط 4 ولا 5، كل ساعة ولا ساعة الله كتبدل وحدة، كيطلبوا من العرس يعطيهم بيت خاصة للتبدال، هذا في الحمام كتطلع تلبس تكشيطة كتهبط تلبس تكشيطة وتعاود تمشي تلبسها ساعة ولا ساعة وتعاود تهبط، كتولي بحال تاتا كل مرة لون، وجايبة معها حتى الأصباغ بالألوان، كل صباغة حسب اللباس اللي لابسه، الصباط بحال التكشيطة والدرب بحال التكشيطة والصباغة بحال التكشيطة كومبلي، لابسة فيستا زرقاء وسروال زرق وصباط زرق وشواربها زرق وعينها زرق وساقها زرق، يعني مزرقة وسالة، إلا شتات خلاص تكون دي جنية، على الأقل بدلي في الألوان تبني شوية بحال الزهور بعدا فيها الألوان، كل شيء زرق، شوف بنادم زرق، بنادم كيزرق غير مشى ليه الدم ولا مات ولا احتقن فيه الدم كيزرق، هادو كيزرقوا نفوسهم بالأصباغ، مالكي مزوقة باغية نبان في التلفاز كارثة. ومرأة غادي تتغدى الدايا مع 4 تكشيطات بالثلاثة، وعاد التكشيطات حتى وحدة ما عمرها حضرت في شي عرس بها، كلهم جداد، يدير 40,000 ريال، يدير 60,000 ريال، يدير 100,000 ريال، والفقراء عاوتاني عندهم ديال 10,000 ريال، ديال 20، ديال 15، وحتى هي دايرة لي عينيه في الكفاح، والله ما نمشي للعرس بالتكشيطة اللي جبت بها ديك المرة، على مالها من نواقض الوضوء ولا ما دايزاش زعما الفيزا ما يدوزوهاش في باب الدار، علاش؟ جاية بالتكشيطة ديال المرة اللي فاتت، ما تدخليش ما تحضريش، لدرجة أن اللي ما عندهاش كلشي تسعة شي ساعات القام داير القطبان يطير عليها التشاش يتقبوها الراجل يخلصها ب 20 ولا 30 فريه ومسكين غير قد اي حاجه ولا مش الفدب كيسرقوا لها يمشيو يبيعوا الضايل عندهم شي ضربه باش يخلصوا واش حاجك كيقول المكتب ديال الناس عريان اذا ما عجبوش الحاله ما تمشيلوش لا ينيو ولا يعطوك باش تلبس ولذلك يا اخواني ردوا بالكم ما تربيوش نسائكم على هذه الاخلاق السيئه والاخوات يتقين الله في ازواجهن وفي ابائهن وفي الشرع الذي يلتزمن به الشراء ما انزل الله به من سلطه التكشيطه ديال 40,000 ريال 50 60 80 تحضري فيها في الاسبوع وما تحضريش في العرس ولا تحضري في العرس الاول وما تحضريش في الثاني ولا تمشي بها مره وما تمشيش مره الثانيه جريمه واسراف وتبذير ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وزيد على هذا جميع الالبسه الجميله والتكاش والقفاطن والدرو الجميله والذهب وكل ما تتزين به المراه لا تلبسه لزوجها لا تلبسه الا خارج البيت وهذه جريمه اخرى
تتناقض مع الإسلام 100%. تصور بعض الرجال الآن صاروا يتمنون أن تستدعى زوجاتهن لعرس أو لعقيق باش تغسل حالتها وتبدل حوايجها. هناك تكون معاه في سهل الأيام لابسة شق الشبق ديما فيها ريحة العرق وربص له التومة، لما كيجي شي عرس ولا شي سبوع بغيت تمشي له كتمشي للحمام وتبحث على الألبسة الجديدة الداخلية والخارجية والذهب والعطور الجميلة. علاش؟ غادي العرس غادي الحطرة غاتشيق وغير ترجع كتدخل الدار كتلهت مالكي ضيقوا بيا هاد الحوايج، على مالكي عسكرية ولا هاد الحوايج اللي تمدغي للناس ضيقوا بك حدا راجلك وحدا البراني عاجبينك كتصولي وتجولي وتبدلي وتعاودي. هذا هو الفسق، هذا هو الإجرام، وهذا عند جل النساء مع الأسف الشديد، العاقلات وغير العاقلات، المثقفات وغير المثقفات، والأزواج يوافقون على هذا إما بخطرهم إما بالسفالي. أما كنت دخلتوا في دار وقلتوا شنو لابسه تكشيطة باش قفطان جميل، شحال هذه العيالات العفيفات اللي عاقلات كانت كتلبس تكشيطة في الدار كتحزمها مزيان ودايره لاستيك كتجمع يديها وخدامه في الكوزينه، ولا قدمت لها نجلوك واحده اخرى ولا تقطع نجلوك واحده اخرى وبعدا نحسوا بان كان شي حوايج كنتفتعوا بهم. تصور الان اخواني راهم الرجال ما كيعرفوش اللباس اللي عند الزوجات ديالهم، كيعرفوش ما كتلبسوا فشي عرس وتجيبيه ويدخلوا على الفلا القامه ديال لابسه كيقول اش كيعطيك هذاك الشيء، كيقول انت شي زاري، كيقول والله الا نسيت لان عمره ما شافها مسكين. وكاين اللي كيشوف اللباس ديال زوجته غير في الفيديو حتى كيصورها فشي عرس وكتبان ليه جميله، لو كون ما بان لها جوجها يبقى يتمنى على مراته لو كانت تزوج هذه المراه، راه هي هذيك وهي ما عجباش يقول لها مراه هذه ولباس بعد وهي راه غير قلبه وجهها وما فهمهاش ولا مصبوغه ولابسه مزيان وما عرفهاش تبدلات عليه، قال لها هذيك عيشه وهذه عيشه، هذيك حرصه وهذه ملسه، ها هي هذه كانت مقنطه غسلوها بدلوا لها حوايجها يحسب هو وحده اخرى، قال لها حنا زوجناك وهي غير مناصبه هذيك وعجبات لانها كانت دايها عاديه كانت موسخه ومعفونه ولباسها مجوه، غسلوا لها وبرجوها ولبسوها مزيان ودخلوا عليها يا مراته هذيك وعجبات والله الا زوينه وهي راه هي هذيك عيشه، هي هذيك هي العيشه القديمه كانت موسخه وهذه نقيه. ولذلك اقول لاخواتي بانه من الشوع ان تتنظفن لغير ازواجكم وتفرطن في النظافه في حضره ازواجكم وان تتجملن للاجانب وان تهملن ازواجكم، وراه كثير من الاخوات فرط فيهن ازواجهن بسبب تفريطهن في انفسهن وفي ازواجهن. ومن واجب المراه على زوجها ان تتزين له، والمرأة الذكية هي التي تحرص أن لا يرى منها شيئا يكرهه وأن لا يسمع منها شيئا يكرهه وأن لا يشم منها رائحة يكرهها، وإلا فكر في غيرها. وجل النساء يخفن من زواج أزواجهن. إذا بغيتي ما يتزوج وما يطلقش ويبقاك يحبك ويبغيك اعملي ما يرضيه وتحببي إليه وتوددي إليه وتزيني إليه، هذا مشكل وراء جل إخوة كيعانيون منه جلو. وهناك من يصرح لزوجته بهذا ومع ذلك لا تستجيب، وراه شي نهار ما تفيقش تلقى مزوج، لان اللي في الزنقه معطره ومزينه واللي في الاداره معطره ومزينه واللي في الشارع معطره ومزينه واللي في التلفزه معطره ومزينه واللي في القنوات الفضائيه معطره ومزينه واللي في الانترنت معطره ومزينه واللي في الجرائد معطره ومزينه واللي في الفيديو معطره ومزينه، ومرته مشوهه ومسخ كتبان له لا تصلح ان تكون زوج، كيبان له راسه محروم. وهي مرته إذا تزينت وتجملت وتطيبت رآها أحسن من غيرها من النساء، ولا يفكر في الزواج عليها ولا في طلاقها ولا يكرهها بل يزداد حبا لها. وهذه أمور دقيقة ولا يشعر بها كثير من الأخوات. وكثير من النساء طلقن أو أهملن أو أدخلت عليهن الضرة أو الضرات بسبب الإهمال لأنفسهن في البيت واعتنائهن بجمالهن وزينتهن وعطرهن خارج البيوت. في البيت بيجامه قديمه ولا شي خرقه عاديه، علاش كتشطلك على الحوايج ولا الفواطه ديالها طويله لابسها من الركبه حتى للرجلين، لما كتشوفها كتبان بحال شي خدامه مكرفصه ولا كيس حدا يقول لك حزين ليه، علاش فيك ريحه الثوم ريحه البصل يكون كيجي حوايج قطعيهم ووسخيهم انت مال ما لاتي شي عرس اخويا عاد يجيك واحد اخر ولا احتفظي بوحده والخويا لبسيه كيوليو عندها تكشيطه ب 40000 ريال 50 60 لبستها مره ولا جوج وقدامت لا تصلحوا للباس مره اخرى وما تلبسهاش في الدار، يبقاو تما حتى يجي دايز مول الواني وتبيع عليه بشي بانيو ولا تبصيل ولا معلقه ولا شي حاجه، ولا يعطيها شبكه ديال التصبين وعطيها تكشيطه ب 40000 ريال ومطاور مول الواني عاوتاني، كتقول له ودي بيع لي هذا البانيو بالفلوس يقول لها لا انا كنبيعه بالحوايج، عندك شي تكاش تخرجيه دوك لي الدمو ضو عندك انت اللي ولاو بيريمي غنبيعهم لك، كتعطيه تكشيطه كيطويها هو كيردها صغيره باش تبان صغيره وكيعطيها شبكه كبيره ولا بانيو ديال التصبين، بانيو ب 360 ولا 260 عطيات كشيطه شاريها الراجل ب 60000 ريال،
علاش ديموضات يعني قدمات انا ما يمكنش نعاود نلبسها. ولا كانت شطيريه كيعطيها بانيوت وبسين زعما راه مشد اني انت شطيريه كيقول لها وهي اصلا مشاريع اغلى باش ما بعتها رخيصه غاليه باش ما بعتها. هي ما شافت فلوس ما خدمت على فلوس ما دفعت فلوس جاب الله تكشيطه دوزت بها عرس اسبوع سالت ما تعاود تلبسهاش جاب الله فيها بانيوت وبسين. الحمد لله خيرنا ما هدينا لغيرنا وكوارث وقع عندنا اخواني في الاسر بسبب هذه الامور. ولذلك تحتاج الى تفصيل والى توضيح. كاين شي ناس عندنا كيف كيقولوا في المغاربه الحر بالغمزه والعبد بالدبزه. كاين اللي ما قلت ليش بالعربيه وقلت له بالدارجه وقلت له المثال اللي فيه هو والعيب اللي فيه هو يقول لك ماشي معايا كيهذا ما يفهمش. حتى توصل عند المراه التكشيطه كاين اللي واخا دابا تكلمنا على التكاش راه واخا عندها تكلم ما تلبسوش تقول لك ماشي معايا كيهذا راني انا عندي تكشيطه حمراء وما قالش حمراء. كاين البلاد اللي بهذه الدرجه ولا تقول لك ودي انا كنبيع التكشيطه الملواني ولكن ماشي بالباني ولا بالشبكه لا بعتها ليه بواحد العلاقه كيعلقوا فيها المعالق والمواس داكشي ولا بلاطو. انا عمري ما بعتها بالباني الحمد لله بعد راه ماشي عليا كيهضر. ان الحمد لله مغفلين واميين وقل منا الواعين. خصك تضرب وعادي فيق اما واخا تغمز ولا تشير ولا تلمح ولا كذا ما يفهم والو كان ماشي معايا كيهضر. ولذلك حتى اذا اطلنا في الموضوع وفصلنا فيه ووضحنا بالامثله حتى يفهم القاري وغير القارئ المثقف والمثقفه والامي والاميه ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. ان شاء الله للحديث بقيه في الوليمه وما يجري فيها من ماكولات ومن حضور الاغنياء وغياب الفقراء ومن اسراف ومنافسه فيما يجوز وما لا يجوز مما يكون سببا في عرقله الزواج او في العزوف عن الزواج. إن شاء الله نتم الموضوع فيما يستقبل إن شاء الله. وأهب الإخوة والأخوات اللي عنده أي اقتراح أو مشاكل في هذا الموضوع يراها لم نتطرق إليها فليمدنا بالمقترحات مكتوبة أو شفوية حتى نعالجها إن شاء الله حسب ما نعلم بإذن الله تعالى. سؤال يقول كيف ينبغي أن تفهم الأدلة الشرعية لاختلاف الفتوى في نفس النازلة في هذا الزمن. هذا السؤال يتعلق بالمفتين أصلا. الفتوى إخواني ليست هي الأحكام الفقهية، أحكام الفقهية ثابتة ولكن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال. قد يقع نفس الأمر ونفس الحادثة لشخصين مختلفين فيفتي المفتي لشخص بجواز ولشخص بعدم الجواز ولشخص بكذا ولشخص آخر بأمر يخالفه. وقد يفتي لك الآن بالجواز وغدا لا، أو يفتي لك في مكناس بالجواز وفي فاس لا، أو في المدينة بالجواز وفي البادية لا، أو في البادية بالجواز وفي المدينة لا. وهذا التقدير لا يعرفه إلا العلماء والفقهاء المفتون ولا يعرفه عموم الناس، وعلم دقيق وخطير وكبير ويصعب أن يعرفه من هبة ودب. يدخل فيها الحكم والدليل والمقاصد والمصالح والأعراف والضرورات وما يبيحها وتقديرها بقدرها، هذه أشياء كلها تدخل. وهذه لا يعرفها إلا متخصصون من العلماء والفقهاء المفتون، ولا يستطيع أن يفهمها المبتدئ أو قصير العلم أو من كانت بضاعته مجزات في قضية الفقه الإسلامي. ولذلك الإفتاء خطير. وقرأوا إن شئتم أقوال العلماء فيما يجوز وما لا يجوز في الفتوى وشروط الفتوى وضوابطها وشروط المفتي ومن يفتي ومن لا يفتي وأنواع المفتين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد على حمدنا إياك. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين واجعلنا ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. أسألك اللهم وفي عن الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. أسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم استنا فوق الأرض وتحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض عليك، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ابصرنا بعيوبنا ووفقنا لاجتنابها. اللهم ابصرنا بعيوبنا ووفقنا لاجتنابها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى من قول وعمل، وأرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، والباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ونصرة دينك. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم وثبت أقدامهم كلهم ولي ونصيرا. اللهم انزل نقمتك وغضبك على الصهيونيين والصليبيين وأعوانهم المنافقين. اللهم اشتد شملهم ونكس أعلامهم واكسر شوكتهم
فتنتهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم. نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فخذهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. كفى بك وليا وكفى بك نصرا يا خير الناصرين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.